مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم الوطني قصة نجاح. مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف كفاءة جديدة ومن زاوية سبيشال بزنسمان. بليز ويلكم مستر محمد حسن، صاحب شركة الحزام لتفصيل العباية. السلام عليكم. السلام. مستر محمد، عرفنا عن نفسك. السلام عليكم، محمد محسن الدين من بنغلاديش، جي راس خيمة 2007. اشتغل أول في شركة تنين سنة في دوامة 2010. أنا فكر سلايسن يشوف رقصة واحد ديكو في المالي إبراهيم راشد وصوي مساعدة مشان صوي رقصة استيري سيارة. بعد 2011 أنا صوي مكيف أول شركة صوي اشتغل يعني 7 سنة 2017. بعدين نسوي أنا مع الفضرة محل، استغل 3 سنة لكن ما الفائدة زيادة سكر. أنا نشوف أبايا ممكن زين خيار، نشوف صديق مالي هو عارف شغل افتعنا ممكن قبل 3 سنة. ثلاثة سنة قبل أنا اشتغل، الحين بعد استغل الحمد لله زين داخل المهارات شغل ما شاء الله زين. ليش اخترت محل تفتح محل عباية؟ طحال أبايا أنا ما أعرف شغل زيادة، يعني صديق يقول شوف منك مكان زين، مكان زين استغل منك مفرات عرب حيار مال أبايا امشي. أنا فكر أوكي ما في مشكلة، بيشوف صير تطيب واحد. طب أنت ليش اخترت دولة الإمارات عشان تفتح فيها البزنس الخاص فيك؟ لا، دولة الإمارات الحمد لله زين، قانون والبزنس كل شيء الحمد لله زين، مفرات يعني أعرف شغل كل شيء. بس أنا بقول من القانون أوكي، الفراد عامل ولا شغل كله يعني فاسيليتي مال أوكي كل شيء. ليش نيجي إيزي ها؟ إيه. مستر محمد محسن، شو تقدم خدمات داخل شركتك؟ يعني الفراد يجي مال كاستمر، شوف مال سيمبل عندي موجود ولا مال تليفون مال هو موجود، إنترنت مال صورة يقدر يسوي تفصيل ولا صور على الجديد صور أونلاين يقدر واتساب. ما في مشكلة يعني أي موديل يقدر، ما في مشكلة أي موديل يعني شوف صورة سيمبل ولا تفصيل شغل مالو صوص غير شغل كل نفرات عارف يقدر سوي دليفري. ما في مشكلة سوي أونلاين أوردر، في واتساب موجود، في رقم موجود، بدي رقم 055-233-321. وفي إنستغرام، في إنستغرام أي نفر يقدر سوي تفصيل، يقدر سوي أوردر، سوي واتساب، انستغرام موجود. برايس رخيص ما هو مشكل، في عباية يعني غالي، في ديزاين في فرق ممكن 300-250-80 درهم، في برايسين فرق يعني رخيص، يقدر اي نفر يقدر يسوي تليفون ما هو مشكل، يسوي طلب واتساب صورة يقدر يسوي دليفري ما هو مشكل ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، ارقام التواصل والويب سايت في اسفل الشاشة. مستر محمد محسن، بدنا منك رسالة شكر لشيوخ حكام الدولة. دولة الامارات شكراً بن زايد، شكراً بن خليفة، شكراً بن محمد، شكراً بن راس الخيمة الشيخ سود بن ساقر. يعني داخل دولة الإمارات سيكوريتي الحمد لله كل نفر يعني زين، يقدر سوي سفور داخل الجورمنت، سوي بيزنس زين. يعني كل نفر منك من الجورمنت هذا بيزنس سوي من راس الخيمة من دبي دولة الإمارات أي مكان مشان انت سفور زين. شكرا مستر محمد. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. كان معنا مستر محمد محسن، صاحب شركة الحزام لتفصيل العباية. انتظرونا فرايدي أند ساتردي على قناتكم MTV الإماراتية والسوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.